وللحديث أكثر عن جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي التركي سيد فراس رضوان أوغلو، مرحبا بك معنا. حياكم الله. تكرار واضح في الإساءة للإسلام وقيمه وللمسلمين بشكل عام والمساس بمشاعرهم من خلال تكرار هذه المشاهد، سواء بالرسومات المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بإحراق نسخ من القرآن الكريم، وفي دول تدعي بأنها حامية للقيم في العالم ومصدرة لهذه القيم، الحرية واحترام الآخرين. كيف تنظرون وتقيمون ما شاهدناه بالأمس من إحراق لنسخة من المصحف الشريف وسياسيا أمام السفارة التركية؟ نعم، يعني هو هذا الحادث أو هذه الحادثة حقيقة يعني فيها خلط قانوني وفيها خلط لفظي وتعبير بشكل كبير. هذه الحادثة هي تعبير عن حرية التعبير، أي حرية التعبير، وهي تنهج منهجا سياسيا. يعني أولا هو ذهب إلى السفارة التركية، لا يعني ما لماذا معنى ما معنى ذلك؟ يعني السفارات العالم الإسلامي معروفة، مثلا هناك سفارات يعني ربما أكثر صلة بالعالم الإسلامي بشكل العلم مثل الدولة العربية، المملكة العربية السعودية أو غيرها، وهو توجه إلى هناك. هل هناك تنسيقا مع، خصوصا كانت هناك حركة لحزب البيكاكا والعمال الكردستاني هناك، وهذا لذلك هنا هذه ثغرة قانونية ليست في مسألة حرية التعبير. النقطة الثانية، هم تقولون أن هذا كتاب مقدس، إذن هل عليكم أن تراجعوا بعض القوانين؟ نحن نحترم القانون الداخلي للسويد، لديهم حرية التعبير، هناك بآراء مختلفة تختلف عما يتمتع به ربما الشرق أو حتى العالم الشرق أو حتى المسلمون، لكن هم بذاتهم يعترفون أن هذا كتاب مقدس. فبما أنه مقدس يعني أن لديه شيء خاص وحرية، فلماذا لم يوضع قوانين تضع حد لهذه الأمور؟ يعني هم يعني هذه قضية حقيقة تحتاج إلى تغيير. حتى وزير الخارجية قال ليس هذا موجود حتى في المحكمة العليا الأوروبية. يعني نحن نجب أيضا إذا كنتم تدعون في أن هذه أمور قانونية وحرية التعبير، هي ليست منصوص فيها بلوائح المحكمة العليا أو قوانين المحكمة العليا أن تحرق كتبا مقدسة لكثير الأمور. يعني حتى في بريطانيا نحن نعلم أن إهانة الدين الإسلامي جنحة كبيرة يحاسب عليها، إهانة أي عرق أيضا آخر هي أيضا جنحة كبيرة يعاقب عليها. فأنت الآن تقول هذا كتاب مقدس ويمت لدين كبير إلى أكثر من 1.5 مليار، إضافة إلى أعراق مختلفة. هذه إهانة إلى التركي، إلى العربي، إلى الكردي، المسلمين بهذه الشيء. إذن هناك ثغرات قانونية، هناك خلل في التعبير، وهناك خلل واضح في الآن في مسألة القانون الداخلي اليوناني، عفوا السويدي. عليهم مراجعة هذا الأمر بشكل يعني بشكل حقيقي. ولماذا لا يكون أستاذ فراس هذا الأمر مجمع عليه مثل ما يجمعون على قضايا كثيرة؟ مثلا أنت تعرف قضية معاداة السامية، حتى حقوق بين قوسين الشواذ الآن أصبحت مضمونة، يعني ولا أحد يستطيع أن يتعدى عليها، وإذا فعل أحد ذلك مثل ما حصل على سبيل المثال في المونديال، عدم وجود أي مظاهر للشواذ، كل العالم تكلم في هذه المسألة. فربما هذا يرتبط بمدى دعنا نسميها ردة فعل المسلمين على مثل هذه الجرائم، سواء بالمستوى الرسمي، الأنظمة، وزارات الخارجية، وقد رأينا العديد من وزارات الخارجية للدول الإسلامية والعربية استنكرت ذلك، وكذلك الهيئات والمنظمات المجتمع المدني. لكن يبدو أن هذا الاستنكار والإدانة ليست كافية بالقدر المطلوب، هل تعتقد ذلك؟ والله أنا أميل إلى فكر آخر. نعم. في هذا السياق نحن الآن يجب أن نكون أكثر هدوءاً أولا، وأكثر عمقا في التفكير وردة الفعل، هذا مهم جدا. هل المقصود به يعني هذا الشخص الذي هو لا أحد يعني يعرفه إلا في العالم الشرقي وفي الغرب، الآن يريد أن يشهر نفسه، هل إذا يعني كانت ردة الفعل كبيرة أعطينا الشخص هذا أكثر من حجمه؟ هذه نقطة. الحادثة أيضا أعطيناها أكثر من حجمها، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هل تستطيع الدول أن تعاقب السويد مثلا؟ أظن هذا أيضا يجب قراءته بشكل أكثر تعمقا في هذه القضية. أيضا هل كل الدول، يعني هل هذه الحادثة تحصل في بريطانيا مثلا؟ لا أظن ذلك. في بعض الدول الأخرى الأوروبية أيضا لا أظن ذلك، لديهم قوانين قوية.
لديهم قوانين تحرص في هذا. إذن لابد من أن توازن في ردات الفعل، أيضا أن لا تعمق ولا تشهر هذا الشيء. أظن في هذا السياق يجب أن تكون ردات فعل سياسية بشكل مهذب، يعني بمعنى حتى لا تعطي أبعاد أخرى. لكن إذا نفرض أن السويد بدأت تصن قوانين تساعد فيها على حماية من يسيء إلى الإسلام، لا هذا تصبح قضية في وقتها قد يصبح قضية يجب رد عليها بشكل كبير. لعلك تلاحظ معنا أن المسألة أصبحت أيضا مرتبطة بالسجال الداخلي في تلك الدول وبرغبة اليمين في الصعود. يعني هناك قضايا كثيرة تشتغل عليها أحزاب اليمين في هذه الدول الأوروبية، وبعض في بعض الدول أحزاب اليمينية استطاعت أن تفوز في الانتخابات لأنها اشتغلت على بعض القضايا مثل موضوع اللاجئين وغيرها من القضايا، بالإضافة لموضوع الإساءة للإسلام أو للمسلمين بصفة أو بأخرى. يعني هي المسألة صحيح أنها قام بها شخص، ولكن تقف من خلفها ربما أحزاب وأفكار أخرى يمينية تريد أن تستغل ذلك في السجال الداخلي أو في موضوع الانتخابات والمناكفات. أنا أتفق معك، هذا كلام صحيح في كثير من المناطق، لكن هذا يربطنا في السؤال الذي قبله، كيف نرد؟ لابد معرفة قوانين تلك البلاد، إيجاد صيغة واضحة من تلك البلاد وثغرات ندخل منها إذا كان للمسلمين دور، إيجاد صيغة إلى أن تنجح في المحكمة وتأخذ قرار وما شابه ذلك تحصن بها نفسك. إذن كل دولة لديها خصوصيات، عليك أن تتابع قوانين تلك البلاد وتكسب وتكون على دراية بتلك القوانين. أظن هذا السبيل الأفضل للوصول إلى 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 الهدف الذي تريده. يعني أحيانا الغوغاء أو الفوضى أو حتى ردة الفعل غير المدروسة وغير الاستراتيجية أنا لا أظن أنها ذات فائدة، ربما تزيد الطين بلة أو تعطي انطباعا سيئا آخر، خصوصا أن كما تفضلت كثير من الإعلام قوي لدى الغرب في بعض مناطقه. لكن نلاحظ أن كثير من الدول أيضا ترفض، يعني مثلا روسيا اليوم روسيا كانت ترفض يعني بشكل كبير، كندا مثلا أيضا لديها أصوات قوية كثيرة جدا في الداخل كانت ترفض. لن تذكر عندما تم قتل المسلمين في المسجد أن هناك الكنديون المسيحيون جاءوا لحماية المسجد. إذن هناك وعي يجب يعني قراءة المشهد في كل بلد حتى نستفيد أكثر، ويكون أيضا رد الفعل أظن يكون أكثر حضاري. بدأنا يعني حقيقة نفهم هذه الدروس. قبل ذلك تذكر معي الرسوم المسيئة في الدنمارك وماذا أريد من خلفها وفي فرنسا وماذا يريدون؟ يريدون أن تكون ردات فعل عشوائية، وانظروا كيف يردون الفعل بشكل همجي، ليسوا مثقفين. نحن الآن في عولمة صغيرة، الدنيا كلها يعني في الكف. نعم ولذلك لابد من دراسة كل ردات فعل. أحيانا قد تستطيع كما قلنا منظمات ما دون الدولة، القوى الفاعلة مثل اتحادات العلماء وهيئات العلماء، منظمات المجتمع المدني وغيرها، الشركات الكبرى تستطيع أن تفعل شيئا على سبيل المثال يتعلق بالمقاطعة ولو كانت مقاطعة جزئية، لأن الدول لا تستطيع أن تتحمل أعباء ذلك الاقتصادية. قد يكون هذا مؤثرا ويوصل رسالة بمستوى راقي بالتعامل، وفي نفس الوقت يكون ردا قاسيا على هذه الجرائم. يعني أنا أرى أن ربما في مسارين، يعني ربما إذا كان الأمور تطور في السويد مسألة المقاطعة أو ما شابه ذلك، والمسار الثاني في داخل السويد نفسها. يعني يعني نحن يعني يجب أن نقول نكون واقعيين، تلك البلاد لديها حرية القوانين واحترام القوانين، هذا موجود في أغلب الدول الأوروبية وربما باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، هذه الدول معروفة قوية فيها القانون. إذن عليك أن تسير في مسارين، أنا هذا رأيي، المؤسسات المدنية أو المؤسسات الإسلامية أو المنظمات الإسلامية تمشي في مسارين، هو المشكلة. هناك ارفع قضية في داخل السويد، هذا الرجل أساء إلى 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 الأطفال، إلى النفوس النساء، إلى كل إهانة للمرأة نفسها. إذن وهم يحترمون قضية حرية المرأة، هذه إهانة إلى المرأة المسلمة. لازم نرفع قضية تطالب بتجريم هذا الشخص هناك في السويد وفي أي دخل أخرى بأنه أساء إلى كثير من الشرائح، إلى آثار نفسية، إلى أمور خطيرة ربما أكثر. يعني طبعا الآن نحن نعلم أن السويد تريد الانضمام إلى حلف الناتو وتركيا لديها اعتراض، لديها أيضا يعني مطالب من قبل السويد أكثر من فنلندا في السياق السياسي. لذلك في بداية الكلام بدأنا أن هناك يحصل خلط بين حرية التعبير وبين مسألة يعني هو متشدد ديني ويدخل في أمور سياسية. يعني هذا غريب، أنت كيف متشدد ديني وتريد أن تحرر؟ لماذا أمام السفارة التركية؟
نعم. ماذا تريد من هذه الرسالة؟ نعم. يعني بالمناسبة كيف تقيم رد تركيا على ذلك؟ يعني أنا أظن أن رد تركيا كان جيدا جدا. يعني وزير الدفاع التركي رفض مقابلة أو استقبال، وهي كان زيارة مقررة من قبل لنظيره السويدي. هذه رسالة قوية، لأن بما أن حرية التعبير هذه مشوبة بين حرية التعبير بين الدين والسياسة، إذا دخلت السياسة فيها، إذا الرد سيكون سياسيا والرد المجتمعي. شاهدنا المظاهرات التي خرجت في باتمان. نعم. وفي إسطنبول وفي مدن أخرى، وطبعا البيان من قبل الخارجية، هذا يعني دليل على الرفض. وأيضا يعني دول أخرى أيضا لم تقصر، لكن الموضوع أظن مرتبط بتركيا أكثر من الدول الإسلامية الأخرى. نعم. لأن الشخص استهدف تركيا، وأظن أنه ينسق بشكل مباشر غير مباشر مع أحزاب لها دور، يعني أحزاب مناهضة للدولة التركية. ما حصل يعيد للواجهة مرة أخرى موضوع الإسلاموفوبيا، وهذا الموضوع الذي يعني حاولت بعض الدول الإسلامية أن يعني توضح خطورة هذه المسألة وتظهر الوجه الحقيقي للإسلام من خلال عمل كثير من المنظمات والهيئات الإسلامية في العالم في الغرب، ونشرها للإسلام وإدانتها لكل فعل لا يمت للإسلام بالصلة من أفعال أو الجرائم التي يقوم بها بعض المتطرفين. والعالم العربي والإسلامي عانى من ذلك من داعش ومن غيرها في السنوات الماضية بلا شك. يعني هل تعتقد بأن هذا قد يشكل فرصة إضافية من أجل مزيد من الحوار والانفتاح من الغرب ومن الشرق؟ هو يعني هذا السؤال حقيقة أصبح يعني مهم جدا. يعني يجب الحوار أن ينفتح في كل مكان. نعم. لاحظنا في الأونة الأخيرة الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأوروبية ضد روسيا، حتى الحوار فيما بين المسيحيين لنقول يعني في هذه الدول كتمثل المسيحية بدأ أيضا ينهار. فلذلك فتح الحوار ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، أظن بين الجميع. حتى في الهند ما يحصل في الهند حقيقة أيضا ليس شيء جيدا. هناك حزب هندوقا الذي يقوم بتأثير بشكل كبير ضد المسلمين، وحتى تحريض ضد المسلمين في الهند يجب أيضا وضعه. إذا فتح الحوار مهم جدا، لكن أنا أظن أن في تلك الدول ربما، وهذا ما أراه، أن كان هناك تراجع للإسلاموفوبيا بسبب التوارد كثير من اللاجئين المسلمين في تلك البلاد سواء عرب أو غيرهم. بدأوا ربما تتحسن الصورة، حتى ليس فقط بسبب اللاجئين، ربما أيضا بسبب بعض السياسات المنظمات الإسلامية. فكل فترة تلاحظ إعادة افتعال مشكلة لتحصل مشاكل متعمدة أو لإحداث نوع من الغوغاء وإظهار بعض المسلمين أو ردات الفعل. كما يعني الكل استنكر عملية أن الدم قتل فلان وفلان في فرنسا التي حصلت، هذا ليس رد الفعل المناسب. رد الفعل المناسب تكون أكثر حضارية، أكثر تطورا، بل أكثر عمقا وفهما. لذلك أنا أظن أن في السياقين فتح الحوار هذا لابد منه. نعم. ولا بد من أيضا فتح دعوة ضد هذا الشخص هناك وإظهار الوجه الحضاري الإسلامي على الأقل في تلك البلاد التي هو يظهر حرية تعبيره من تلك البلاد. الكاتب والباحث السياسي السيد فراس رضوان أغلو، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.